صراع التجسس بالسيارات الكهربائية. صراع التجسس بين أمريكا والصين يتفاقم يوما بعد الآخر. اتهامات متبادلة بعملية تجسس على المواقع الحساسة والعسكرية في البلدين، ولكن ليس بالطرق التقليدية المعروفة في عالم الجاسوسية، بل هذه المرة عن طريق السيارات، خصوصا الكهربائية وذاتية القيادة منها. لقد أصبحت هذه الآليات هي المتهم الرئيسي في نقل البيانات للخارج، بداية من مكالمة السائق وتاريخ تصفحه للإنترنت حتى الرسائل المتبادلة. الشركات المصنعة لهذه السيارات تقول إن الهدف من جمع تلك البيانات هو التطوير والتحديث وعوامل أخرى تتعلق بالأمان والسلامة. لكن ما خفي قالته بكين في عام 2017 عندما صنفت الأمر كتهديد لأمنها القومي بعد تخوفها من تقنيات سيارة تسلا الأمريكية، لدرجة أن القوات المسلحة الصينية أعربت عن مخاوفها حيال البيانات التي يتم معالجتها بواسطة كاميرات مثبتة في سيارة تسلا. بل إن تقارير أشارت إلى أن الجيش الصيني حظر استخدام هذا النوع من السيارات بالفعل داخل منشآته، ما دفع إلى رد سريع من جانب مالك الشركة إيلون ماسك. إذا ثبت تورط أي شركة في أنشطة تجسس على حكومة أجنبية، فستكون لذلك عواقب وخيمة تواجهها هذه الشركة، وسأغلق شركة تسلا. مخاوف الصين والولايات المتحدة تفاقمت حول سهولة اختراق البيانات التي تجمعها السيارات ذاتية القيادة، خصوصا بعدما اخترق شاب ألماني أكثر من 25 سيارة في دول مختلفة. أستطيع الآن إصدار الأوامر عن بعد إلى أكثر من 25 سيارة تسلا في 13 دولة دون معرفة أصحابها، ويشمل هذا التحكم في الأبواب وبدء تشغيل السيارة بدون مفتاح. في المقابل، الولايات المتحدة تخشى السيارات الصينية ذاتية القيادة الآخذة في الانتشار بشكل واسع. خبراء وصفوها باجتياح صيني لشوارع أمريكا، ما دفع بعض المشرعين الأمريكيين لإطلاق مبادرة من أجل إيقاف هذه السيارات وإخفائها من شوارع بلادهم. شركة أوتو إكس الصينية تجري تجارب لسيارة ذاتية القيادة في شوارع سان فرانسيسكو، وهي سيارة مزودة بثمان كاميرات تلتقط كل شيء من حولها، ومزودة أيضاً بتقنية الآيدر التي تستخدم نبضات ضوئية لتوليد معلومات ثلاثية الأبعاد دقيقة حول محيطها. جمع هذه البيانات لا يعني سوى شيء واحد، وهو تهديد البنى التحتية الأمريكية والمواقع العسكرية وأمن البلاد القومي، حسب ما أشار إليه بعض المشرعين في الولايات المتحدة، واعتبروه بمثابة حصان طروادة ويجب إيقافه سريعاً. مستشهدين بما حدث قبل فترة في بريطانيا عندما تم اكتشاف جهاز تتبع صيني في سيارة تابعة للحكومة البريطانية.